بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لكم تاني ولسه مع آيات قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصافات. إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء يعني الاختبار، ابتلاء واختبار واضح جلي، مبين يعني واضح ظاهر. ده اختبار واضح لإبراهيم ولولده إسماعيل. وفديناه بذبح عظيم. قالوا الذبح كبش، وقيل بأن هذا الكبش هو ما قدمه هابيل قربان لله، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما من هابيل ولم يتقبل من الآخر اللي هو قابيل، فقابيل حسد هابيل فقتله. أول ذنب عصي الله به في الأرض هو قتل قابيل لهابيل. طيب، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. تركنا له الأثر الطيب والثناء الجميل بين الناس، زي ما سيدنا إبراهيم دعا ربنا وقال إيه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أهي دي ربنا جعل له ثناء جميلا على ألسنة الخلق إلى قيام الساعة، حتى احنا أمة سيدنا النبي ندعو له في كل صلاة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتركنا عليه في الآخرين. رب العزة سبحانه وتعالى يقول بعدها: سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم في الأولين والآخرين، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذا عطاء الله لمن أحسن، هذا عطاء الله لمن آمن به من عباده. سيدنا إبراهيم ده رسول ونبي ومن أولي العزم من الرسل. وبشرناه بإسحاق بعد موضوع إسماعيل. بقى شوف الترتيب القرآني، بعد ما فدينا إسماعيل بذبح عظيم بشرنا إبراهيم بإسحاق. وأنا قلت قبل كده إن سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل وعنده 99 سنة، عمره 99 عاما، وأنجب إسحاق وهو عنده كام؟ 117 سنة. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني جعلنا في ذريته النبوة. في ذرية سيدنا إبراهيم جعل الله النبوة، إسحاق ويعقوب ويوسف، وبعد كده أنبياء بني إسرائيل، وبعد كده من نسل سيدنا إسماعيل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. البركة في إبراهيم وفي إسحاق وفي عمرهما وفي أولادهما، بأن جعلنا النبوة والكتابة والرسالة في نسل إبراهيم وجعلنا من نسله الأنبياء. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما، من ذرية إبراهيم وإسحاق، محسن وظالم لنفسه مبين. الناس أنواع، في محسن يعني خير يعني عابد لله، وفي ظالم يظلم نفسه باقتراف الذنوب والآثام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم، ظلم الإنسان لنفسه أن يشرك بالله شيئا، أن يعبد أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. فربنا بيعلمنا في قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصافات إن ربنا رزقه بولد، ورأى في المنام أنه يذبح الولد، فسلم أمره لمولاه، فلما سلم واستسلم وخضع وانقاد لأمر الله جاء التدخل من الله. عندما تعجز الوسائل البشرية تتدخل العناية الإلهية. خلاص هما الاثنين سلموا الأمر لله وانقاد لأمر الله، فجاء الأمر من الله بالبشرى والفرج: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا،
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وبعد كده أكرمنا إبراهيم بأن جعلنا من ذريته إسحاق ومن إسحاق يعقوب ومن يعقوب يوسف والأصباط وجعلنا النبوة متوارثة في نسل إبراهيم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصافات. إن شاء الله في اللقاء المقبل إن شاء الله نتحدث عن قصة سيدنا إبراهيم في سورة أخرى وفي موضع آخر في سورة الذاريات. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم أنوار القرآن وأن يفهمنا دقائقه، اللهم أمين. فاصل وهرجع لحضراتكم، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.